رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كوره. مساء الفل عليك، كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا شيماء، كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل المشاهدين بخير ان شاء الله. اكيد النهارده هنتكلم عن حاجات كتير، ويمكن اهمها اكيد لقاء بيراميدز القادم من الجوله الثامنه، اللقاء المؤجل في الدوري المصري، ممتاز يوم الجمعه اللي جاي على ملعب الدفاع الجوي. شايف اللقاء ده ازاي؟ هو احد المباريات المهمه جدا او المحطات المهمه جدا في مشوار النادي الاهلي للدفاع عن لقبه، يعني خاصه بعد التعادل الاخير اللي حصل، وكمان للحاله اللي عاملها بيراميدز من اول الموسم، ان هو عامل صخب كده شديد يعني اعلاميا ورياضيا يعني في الاداء في الملعب. فاعتقد ان المباراه هتكون صعبه جدا على الفرقتين. كمان هتشهد بقى اول ظهور للمدير الفني، طبعا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وبعض اللاعبين، صحيح بعض الظهور الجديده اللي اتنقلت للنادي الاهلي في الانتقالات الشتويه الحاليه. بالظبط، فعشان كده هي هتبقى مباراه صعبه مميزة وقويه جدا. يعني اعتقد انها هتبقى من اقوى المباريات اللي هتتلعب في الدوري خلال الفتره اللي جايه. يمكن المباراه ليها طبع خاص. كمان كابتن محمد يوسف وصف المباراه دي بانها مباراه مش بس بثلاث نقط الفوز فيها، يمكن بست نقط، لان اكيد بتعطل فريق من الفرق المتصدره في جدول الترتيب الدولي، اكيد الدوري، وكمان بتدي للنادي الاهلي الاولويه ان هو يتقدم في المراكز. طبعا، لان هي المباريات اللي جايه للاهلي بقى مع الفرسان اللي بتنافس على القمه، الزمالك وبيراميدز والمقصه، اعتقد هيبقى المباريات دي كلها بست نقط فعلا زي ما الكابتن محمد يوسف بيقول. خاصه ان الاهلي لا يحتمل دلوقتي اي اخفاقات اخرى، طبعا بعد التعادل مع الداخليه. طبعا، فهو لا يحتمل اخفاقات خلال الفتره اللي جايه. هي الصعوبة ان جاية لسه مدير فني بيتعرف على اللعيبة، بيتعرف على الامكانيات، لعيبة جديدة بتنضاف على الفرقة وبتخش جوه بوتقة الفريق، يعني هي مباراة صعبة بكل المقاييس. يعني اكيد بالنسبة للنادي الاهلي، النادي الاهلي تعادل في اخر لقاء ليه في الدوري الممتاز قصاد الداخلية، وبرده ده اللي حصل مع بيراميدز في اخر لقاء ليهم قصاد انفي، برده كان في تعادل ايجابي 1-1. شايف ان اللقاء القادم مع وجود طبعا مدير فني جديد للنادي الاهلي، طبعا كابتن حسام حسن هو قائد بيراميدز في الوقت الحالي، عندهم اكيد برضو صفقات جديده، يمكن سمعنا عن صفقات قويه جدا انضمت لنادي بيراميدز في الفتره اللي فاتت او من بدايه طبعا امبارح، لان امبارح فعلا ابتدى القيد الشتوي. كذلك برضو في النادي الاهلي كان في عندنا صفقات كثيره، وفي احتماليه كبيره ان الصفقات دي تكون هتشارك ان شاء الله في اللقاء بعد بكره. شايف ان احنا ممكن نقدر نتوقع شكل اللقاء هيمشي ازاي، او هيكون فيه جديد ولا لا؟ لا، هيكون في جديد طبعا، لان شكل النادي الاهلي في مباريات الداخليه كان تقريبا من اسوأ المباريات اللي لعبها النادي الاهلي. بيراميدز كان في مباراه انبي مسيطر تماما على المباراه، ويعني خرج متعادل، هو لا يستحق التعادل، كان المفروض يكسب يعني. لكن الاهلي بقى عنده مشكله كبيره، ان هو الاختبار اللي هيقع فيه ده يوم الجمعه للاسف هو جماهيري شويه، يعني الجماهير متحمسه له قوي ومستنياه جدا. واحنا عارفين ان كمان الكابتن حسام حسن بيعرف يتعامل مع المباريات دي كويس، بيعرف يشحن لعيبته كويس على على الفوز اللي هو المفروض يسعوا ليه، لانه هو كمان عنده طموح مهم جدا، فريق لسه اول ظهور ليه على ساحه الكره المصريه، بينافس على بطوله الدوري من اولها، يعني هو في المركز الثاني، منافس في بطولة كاس مصر، فهو عايز يثبت للناس ان هو مدير فني قوي يقدر يستطيع لما تكون في ايده الامكانيات ان هو يقدر يحقق نتائج، خصوصا لو كانت امكانيات كبيرة جدا. طبعا امكانيات كبيرة جدا. الاهلي بقى على الجانب الاخر هو الطبيعي بتاعه ان هو على القمة، أكيد. اللي بيحصل دلوقتي مش طبيعي، فده بيحط ضغط كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني الجديد اللي جاي. صحيح، ان هو بالظبط، لان هو يمكن اول اختبار ليه اختبار صعب جدا، يعني هو ما كانش المفروض ابدا بلقاء بيراميدز. طبعا، يعني هو اللقاء ده صعوبته ان هي حاجات كتير اتجمعت ضد بعض في وقت معين، صعب انها تتحل في نفس الوقت. يعني اولا انت المفروض تشوف اللعيبه الاول، اللعيبه اللي عندك، وتبدا تحدد فيها التشكيله اللي هتلعب بيها، وكمان عندك لعيبه جديده، فانت محتاج تشوف اللعيبه جديده وتشوف مين اللي هيناسب طريقه اللعب اللي انت هتلعب بيها. كل ده بيحصل قدام حد بينافسك، صحيح. يعني حد منافس قوي ليك،
صحيح. وكمان وكمان المنافسه الاولى هتكون مع بدايه الانتقالات الشتويه وفي لعيبه جديده، فانت مش حتى من الفيديوز مش هتكون قادر تمسك فعلا نقط الضعف والقوه، يمكن نقط الضعف اللي عندهم تكون بتتعالج مع صفقاتهم الجديده. طبعا طبعا، وزي ما انت هو هيلعب على بعض بس طبعا حسام هيبقى عنده الرؤية أوضح لأنه هو عايش معانا وشايف الأجواء عاملة إزاي وعارف مين الجداد كمان اللي جايين النادي الأهلي وعارف إزاي يواجههم. لكن لاشارتي دي أول مباراة ليه، فهو هيشوف ويمكن صفقاتهم الجديدة بالنسبة حتى للدوري المصري في منها صفقات مبهمة محدش عارف اللعيبة دي عاملة إزاي ولا بالزبط بتلعب بالظبط. فأنت أنت داخلة على مباراة صعبة جدا للنادي الأهلي، أعتقد إن هو يتخطاها بتديله دفعة قوية جدا قدام. صحيح يعني. تحدي كبير، وأكيد أنك تتخطى اللقاء ده زي ما قال كابتن محمد يوسف، ده كأنك بتاخد 6 نقاط مع أكيد طبعا يعني هتشيل الكتير من عليك من الضغط الجمهوري على الفريق وعلى الجهاز الفني في الوقت الحالي، يمكن اللقاء هام جدا وصعب زي ما قلنا في نفس الوقت. التشكيل بقى المتوقع للنادي الأهلي من وجهة نظرك اللي هيخوض باللقاء ده هيكون عامل إزاي؟ والله أنا أعتقد أن هو ما اعرفش هيعمل ايه، بس يعني هو محطوط في موقف صعب قوي، بس غالبا غالبا هيضطر ان هو يدفع ببعض العناصر الجديده. اكيد يمكن جيراردو ورمضان صبحي طبعا. جيراردو اكيد يعني اعتقد ان هو كمان ده خد وقت شويه مع الاهلي، يعني بقى له اكتر من اسبوعين مع النادي الاهلي، فممكن يبتدي. وكمان الكلام عليه ان هو بيتاقلم بسرعه جدا بالزبط. يمكن من تاني او تالت يوم ابتدى يدخل في اجواء الفريق على طول بالظبط كده، بيلعب كمان في اكتر من مركز. رمضان رمضان ما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكله اكيد طبعا. ما اعتقدش ان هو نسي يعني لا الموضوع عامل ازاي يعني مش هيكون نسي، فدول الاثنين ممكن يبداوا. معرفش هيعمل ايه بقى في نص الملعب عشان عنده في نص الملعب الهجومي اعداد كبيره، معرفش هيعمل ايه، بس بالشكل اللي ماشي بيه ناصر ناصر شكله كويس جدا في الملعب. صحيح. فاعتقدش ان هو ممكن يطلع سليمان. وليد سليمان طبعا احد العناصر الاساسيه، حراسه المرمى هيفاضل بين الشناوي واكرامي ولا هيعمل ايه مش عارف، مش عارف ممكن يمكن يعمل إيه. شفنا كمان النهارده في تدريبات يعني خاصه بحراس المرمى، في كمان تدريبات على ضربات الترجيح، في حاجات كتير قوي كانت بتتعمل النهارده، بس اكيد كان التركيز اكتر مع الشناوي واكرامي، ويمكن كان ليهم كمان تدريبات اضافيه بعد ما خلص التمرين الصباحي للاهلي. لا هو واضح ان هو هيبقى عنده شغل كتير على الجزء بتاع حراسه المرمى وخط الدفاع مع بعض، لان الاهلي عنده مشكله في الجزء دي، مش مشكلة كبيرة لكن في اخفاقات بتحصل كده في النص بتخلي الناس مش واثقة في الخط الدفاع ولا حراسة المرمى في النادي الاهلي، فاعتقد هو هيبقى عنده شغل كتير جدا عليها. الجانب الهجومي بقى هيلاعب مين من مروان محسن ولا ازارو ولا هيشوف هيعمل ايه في الجزء ده كمان. يمكن اغلب منشطات الجرايد النهارده كانت بتتكلم على اهميه وجود ازارو او تمسك لاسارتي بوجود ازارو في اللقاء القادم. انا من وجهه نظري ازارو هو احسن من احسن رؤوس الحربه اللي موجودين في افريقيا كلها مش في مصر بس. هو لعيب قوي جدا، ذكي جدا، بيعرف يتحرك كويس قوي، عنده مشكله في الفينشنج يعني ساعات بيعمل حركات مش لطيفه، لكن في الاخر هو مهاجم مميز جدا. واعتقد ان هو لازم طبعا يعني لما يكون في مدير فني عنده لعيب زي ازارو اكيد هيبقى مهتم ان هو يبقى موجود في التشكيله بتاعته. من برضو اهم مطالب لسارتي دلوقتي لاداره النادي الاهلي تدعيم صفوف النادي الاهلي في يناير الحالي بمدافع. طبعا دي كل الناس شايفاها، واعتقد ان اداره النادي الاهلي شغاله على الكلام ده، او يعني الجانب الاداري اللي في الموضوع يعني اكيد هم شغالين على حد من اللاعبين المدافعين يعني، لان الاهلي عنده مشكله في الجزء بتاع المساك تحديدا في النادي الاهلي، فهو اكيد بيلعب عليها، واكيد اعتقد خلال اليومين اللي جايين دول اعتقد ان الاهلي هيضم لصفوفه حد من المدافعين كويسين. يعني عندك توقعات مين اللي هيكون مثلا ما هو يعني حتى لو عندي ما ينفعش لا عادي ممكن ينفعش يعني. لا يعني في اسماء كتيره بس ما ينفعش نقولها دلوقتي يعني لما يخلص الاهلي معودنا على كده، الاهلي لما بيخلص بيقول انا جبت لعيب الفلاني ودفعت فيه كذا وهو هيلعب معانا من الاسبوع الجاي، لكن غير كده بيبقى اجتهادات من اي حد ممكن أكيد. حد بيعرف كلمه من هنا كلمه من هنا، لكن في الاخر بس انا لو سالتك يعني عن رايك انت هيثم نبيل الناقد الرياضي شايف مين يستحق ان هو يرتدي تيشرت النادي الاهلي ويكون مدافع لنادي الاهلي ويتم انتقاله للنادي الاهلي في يناير الحالي؟ والله في اسماء كتيره بس يعني كلها غير متاحه للاسف غير متاحه، لكن افضل مدافعين اللي موجودين في الدوري المصري غير متاحين. للاسف هم غير متاحين، فعلى الاهلي يعني هو بيدور غير 4 اسامي مثلا، هو بيدور في حته معينه كده
اعتقد ان هو خلصها يعني، بس بس هيعلن عليها امتى هو ده اللي احنا منتظرينه يعني. خلينا نروح بقى لدوري ابطال افريقيا والقرعه اللي اقيمت يوم الجمعه اللي فاتت، وطبعا حطت مصر او حطت النادي الاهلي مع فيتا كلوب ومع شبيبة الثوره الجزائري. شايف المجموعه دي سهله في المتناول ولا شايفها ازاي؟ لا هو ما بقاش في الكوره حاجه سهله، خاصه ان انت البطولتين اللي فاتوا انت وصلتي للنهائي بسهوله شديده جدا. صحيح. يعني ما كانش الامور صعبه، وحتى النهائي كان سهل جدا بس خسرتيه في البطولتين. ففكره ان انت تقولي ان مين الاختيارات الافضل للاهلي ان هو يلعب معاها، لا دي ما بقتش متاحه يعني. بس طبعا افضل من انك تقعي في المجموعه مثلا اللي وقع فيها الاسماعيلي يعني. اكيد. يعني دي افضل كانت شويه، اصعب مجموعه. صحيح. بالزبط. في القرعه. طيب لو سالتك مين من مجموعه النادي الاهلي ممكن يصعد مع النادي الاهلي؟ اعتقد فيتا كلوب كويس يعني، شفت له ماتشين كده كانوا بيلعبوا كوره كويسه. والاهلي اعتقد ان شاء الله هيطلع بسهوله يعني. النادي الاهلي محتاج ايه عشان يتوج باللقب التاسع؟ ان هو يبقى الغايب بقى عندنا من 2013، احنا دلوقتي اهو في 2019 بنتكلم في 6 سنين. ان هو يبقى الاهلي بس يعني، يبقى الاهلي نازل عارف ان هو الاهلي. بطولات كتير جدا خدها الاهلي وهو بعيدا عن المستوى، بس عشان كان بيلعب باسم النادي الاهلي. هو اللي خسر الاهلي البطولتين اللي فاتوا ان هو الناس نازله مش انا الاهلي، يعني الاهلي انا نازل هاخد البطوله واجي. احنا بنتكلم كده عن روح الفانيلا الحمراء. بالظبط. هو دي 60% من بطولات الاهلي جت كده يعني. لما تعرف قيمه الاسم بتاعك، الاسم بتاعك بيرعب ناس كتير يعني. صحيح. يعني بتنزل الملعب بيبقى عامل هو قبلك فرشه كده ليك انك تعرف تنهي الامور. لكن الاهلي ما استغلش الكلام ده في المباراتين في النهائي السنتين اللي فاتوا للاسف الشديد، رغم ان هو كان قريب جدا ان هو يقدر يحقق ده. طيب نرجع تاني للانتقالات الشتويه والصفقات اللي فعلا حسمها نادي الاهلي. محمد محمود، محمود وحيد، رمضان صبحي، جيرالدو، السلمي اللاعب الفلسطيني، صفقات كتير فعلا تم ابرامها وخلاص تم قضاها كمان مع النادي الاهلي. لكن لسه بقى في صفقات متعلقه لحد دلوقتي، حسين الشحات، حمدي فتحي، وكمان محمود مرعي. شايف الصفقات دي ازاي؟ الشحات لي يعني دي حكايه كده، لما تخلص هنشوف هتخلص على ايه يعني. مرعي اعتقد ان هو المفروض الاهلي يكون بيخلص فيه او بيفنش فيه خلاص يعني. الصفقات بقى اللي دخلت النادي الاهلي، الفكره انا هستفيد منهم ازاي؟ لان انا في الاخر مطالب ان انا اعرف استفيد من كل لعيب في المكان بتاعه واطلع احسن حاجه عنده. فده اللي احنا عايزين نشوفه خلال الفترة اللي فاتت. واعتقد ان المدير الفني من الكلام اللي جاي لنا من التدريبات بتاعت النادي الاهلي ان هو واضح ان هو اشتغل تكتيكي على طول يعني. هو دخل في الفكرة بتاعت ان انا هخلي اللعيبة بتاعتي تنفذ شغلي ازاي. صحيح. فده مهم جدا، لان هو فعلا ما عندوش رفاهية الوقت يعني. هو عنده ان هو هينزل هينافس، فهو داخل عايز على الاقل في اول مباراه ينفذ 25% من فكره، اللي بعدها 30، اللي بعدها 40، لحد ما يوصل ل 100% من فكره ان شاء الله يعني. صحيح. كمان اغلب الجرايد ومنشطات الجرايد من امبارح للنهارده كانت بتتكلم ان خلاص فتحي حمدي موجود في النادي الاهلي، وهيتم الاعلان عن الصفقه او عن توقيع الصفقه دي مع نهايه الاسبوع. لما يعلن يبقى انتقل، لما غير ان هو ما اعلنش يبقى ما انتقلش. طيب خلينا نروح لاعاره احمد حمدي. احمد حمدي يعيل للجون لمده 6 شهور، شايف ان القرار ده في صالح اللاعب؟ هو احمد حمدي لغز من يعني بقاله فتره كده لغز يعني، من ايام لما كان حسام البدري موجود. اعتقد ان احمد كان جاي له حاجه في ايطاليا، في اودينيزي الايطالي، واحمد ياسر ريان كمان راح معاه. واتقال له لا احنا محتاجينك ولازم تبقى موجود في النادي الاهلي ولازم تبقى موجود في الملعب. في الاخر ما شفناهوش في الملعب. فاحمد ولا ماتش ولا حاجه خالص، ما مشيش وما سابش حتى مكان ان احنا نعرف يجيب الاهلي حد مكانه. صحيح. وفي الاخر خسرنا اللعيب وخسرنا مكانه. حقيقي. فدلوقتي اللي بيحصل ان احمد ملوش فرصه، او الجهاز الفني شايف
ان هو ملوش فرصه خلال الفتره اللي جايه. فاعتقد ان احمد لو راح على سبيل الاعاره ممكن يعني ممكن تجارب كتير نجحت في الموضوع ده بالنسبه للاهلي والانديه المصريه عموما. بيروح اللعيب بيثبت نفسه وبعد كده يرجع تاني مزيد من الخبرات وبيرجعوا تاني للنادي. لان احمد كمان خامه كويسه يعني احمد كويس. اكيد. طيب لو هنتكلم بقى عن الدوري المصري بشكل عام، شايف المنافسه ازاي في المربع الذهبي، المنافسه على البطولات الافريقيه، وكمان شايف ازاي الجدول بقى في القاع والهبوط؟ والله هو الدوري المصري هيفضل زي ما هو يعني، احنا بس هي الفتره دي لان الاهلي والاسماعيلي والمصري لسه ما خلصوش المؤجلات بتاعتهم. اول ما يلعبوا المؤجلات بتاعتهم يعني الاسماعيلي متاخر شويه، متاخر كتير يعني، فمحتاج مجهود كبير قوي. لكن الحته اللي فوق دي هتفضل زي ما هي يعني، هتفضل الاهلي الزمالك هيخش معاهم، بيراميدز ممكن يخش المقصه، المقاولين لو فضل ماشي بالشكل اللي هو ماشي بيه ده هيخش معاهم في المنافسه. اتمنى طبعا ان الاسماعيلي يلحق نفسه بسرعه، لان الاسماعيلي احد الانديه المهمه جدا للكره المصريه. اكيد طبعا، وجوده في القمه ده شيء مهم جدا. هو ده طبيعي جداً المفروض. يعني طبعا طبعا. طب لو جينا نتكلم عن الاسباب يعني اللي خلت الاسماعيلي يشوفه دلوقتي في قاع الترتيب، انت شايف ايه؟ ان برضو زي ما انا قلت ان الاهلي كان لازم يبقى الاهلي في بعض، الاسماعيلي لازم يرجع اللي هو اللي يبقى الاسماعيلي. الاسماعيلي عنده مواهب رهيبه، عنده امكانيات رهيبه. بس شايفين ان حاله التخبط دي يعني موجوده في الاسماعيلي من ساعه ما ساوم سباستيان دي صبر من الموسم اللي فات. هو بقاله فتره طويله الاسماعيلي متخبط جدا، بس ليه بقى يسال عنها المسؤولين عن النادي الاسماعيلي؟ يعني انتوا ليه مش عارفين تقعدوا؟ لان الاسماعيلي ده مش حاجه صغيره يعني مش نادي ينفع نقول ان هو ممكن نستحمل ان الاسماعيلي يهبط مثلا او الاسماعيلي ما يبقاش في المربع الذهبي. لا، ده مش صحيح خالص للكره المصريه. فاتمنى ان المسؤولين في الاسماعيلي يلحقوا يحلوا بعض المشاكل اللي عندهم الفنيه على الاقل، ويبقى في تركيز كده. لان احنا مثلا فييرا جه، ولا فيريرا اللي جابوه ده المدير الفني السابق، يعني جه على 3 ماتشات ومشي. صحيح، رغم ان هو كان مقدم مع نادي الزمالك يعني موسم جيد جدا قبل كده، بس جه مع الاسماعيلي ما قدرش ممكن يكمل ممكن أو, ممكن او ينفذ نفس هو احنا يعني ما اعتقدش ان الاسماعيلي اداله الفرصه يعني. اصل 3 ماتشات دي ما ينفعش تحكم على مدير فني خالص يعني. فاتمنى بس ان هم يهدوا شويه على الاسماعيلي، لان الاسماعيلي فريق مهم جدا جدا للكره المصريه يعني. اكيد. طيب لو اتكلمنا بقى عن الانتقالات الشتويه او عن الميركاتو المصري الشتوي، شايف الارقام دي عامله ازاي؟ لا يعني هي سمك لبن تمر هندي يعني. يعني هو كل واحد بيجي يقول لك انا عايز اللعيب الفلاني، طب يروح داخل معاه نادي تاني. انا بتكلم على كل الانديه زي بعض. طب انا هدفع 10، انا 20، انا هدفع 20، وفي الاخر هتلاقي تيجي تبص على اللعيب نفسه هو ما يستاهلش اكتر من 3 4 مليون وخلاص على كده. مفيش حد في مصر يعني. هل الانديه تقدر تجاري الكلام ده لمده قد ايه؟ خلاص احنا فتحنا السوق، الجدع يقفله. ما خلاص طالما فتحت السوق مش هتعرفي تقفليه، ما انت مش هتعرفي تقفليه. فكل طب حتى لو انت لو مثلا في الاهلي هيقدر، الزمالك هيقدر، بيراميدز هيقدر، باقي الانديه تعمل دي مشكلتهم، مش مشكله يعني في الكوره عموما. حته التمويل وانك انت تكون تغطي نفسك وتغطي مصاريفك عشان تقدر تخش في المنافسات، دي مشكلتك انت مش مشكله المنافس بتاعك. أكيد. يعني لما يكون انت عندك مشكله. بس خليني برضو اقول لك على حاجه، يعني مثلا دلوقتي في انديه اكيد بتعتمد اعتمادها الكلي على بيع اللعيبه، هو ده مصدر دخلهم. يمكن انت شايف مثلا ان اللعيبه دي اللي بتفرط سريعا طبعا في المواهب اللي عندها، فبتبيع عشان تقدر تكمل، مش بعيد طبعا ان هي تهبط مع الموسم الجاي. يبقى هو عامل في حسابه، يبقى هو في ناس بيبقى دي البلان بتاعتهم. انا مع بصعد الدوري او بعمل المكانه بتاعتي دي عشان انا مجرد تفريغ للفرق التانية. يعني انا قائم على ده، ممكن يكون هو ده البلان بتاعته او الخطه بتاعته. لكن في انديه بقى ما ينفعش معاها الكلام ده، يعني في الانديه الجماهيريه طبعا. صحيح. الجماهيريه دي ما ينفعش معاها الكلام ده، الانديه اللي بتنافس ما ينفعش معاها الكلام ده. فهو المشكله كلها في الناس دي، يعني ازاي هتوجد تمويل مناسب للفرق دي عشان تقدر تستمر في المنافسه، سواء اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، مصري، الفرق اللي هي ليها جماهيريه كبيره دي هي اللي محتاجه تفكر هي هتعمل ايه. صحيح. لكن هل انت مع تقنين اسعار اللعيبه او وضع سقف الاسعار اللعيبه؟ مفيش حاجه. في دول بتعمل كده؟ لا يعني مش في الاحتراف. هو في حاجه اللي هي اللعب النظيف المادي النظيف، يعني اللي هو بنوصل لحته معينه كده ما ينفعش نعديها، عشان لو عديناها يبقى الرقم مبالغ فيه يعني، او في حاجه كبيره جدا. لكن
انت ما ينفعش تحطي قانون تقولي اللعيب الفلاني ده سوق. يعني المهاره اللي بتتاخد مثلا لو لعيب احنا شايفين ان هو سعره 10 جنيه او 10 مليون ممكن يوصل لحد 15 مليون عشان احنا عايزينه في كده، لكن بيوصل في مصر 80 مليون، يوصل بقى 80 و90 ده كلام انت اللي بتعمليه، فعليكي ان تتحملي تبعاته. يعني لان هو مش هيخلص الشطاره انك انت ازاي تعرف تطلع من عندك. طبعا لان انت مثلا لما نيجي نتكلم على الناشئين بقى، سواء اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين مصري اتحاد، كل فين الناشئين بتوعكم؟ هل في عندكم ناشئين؟ هل انتم مثلا بتسوقوا الناشئين بتوعكم فبيجيبوا لكم ماديات فتعرفوا تشتروا لعيبه تانية؟ هل بتطلعوا ناشئين عشان يلعبوا في الانديه بتاعتكم فيبقى مستواهم قوي يقدر يخش في المنافسه؟ هي دي الاسئله اللي ممكن نسالها. لكن هتعمل ايه في الاسعار؟ ما حدش هيعرف يعمل فيها حاجه طول ما احنا بنتخانق كده. وخلي بالك ان في لعيب جديد يقدر يدفع 4 أضعافك في اي حاجه. فاللعيب الجديد ده هو عايز هدف معين عايز يوصل له، هتلعبه ازاي دي بتاعتك انت اللي تحددها. مش لا بتيجي بالزعيق ولا بتيجي بالشتيمه ولا بتيجي بالضرب ولا بتيجي اي حاجه، هي بتيجي بالعقل. هتلعبه ازاي هي اللعبه كده. صحيح. بس انت شايف برضو معايا ان في انديه كتير هتتضرب تفرطها في المواهب الكتير طبيعي اللي عندها. صحيح، طبيعي جدا. ما هو مفيش في العالم. يعني انت لما تيجي تبصي على خريطه الكوره في العالم هتلاقي برضو ايطاليا مثلا يوفنتوس ونابلي واي سي ميلان وانتر ميلان، دول في حته والباقي في حته. اسبانيا برشلونه وريال مدريد واتلتيكو دلوقتي داخل معاهم بقاله فتره في حته والباقي في حته. انجلترا هتلاقي مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، ليستر طلع شويه كده وهينزل تاني في حته والباقي في حته تانيه. ده طبيعي جدا في العالم، مش هيتغير. صحيح. طيب نرجع تاني للدوري المصري. كنا بنتكلم عن الميركاتو الشتوي، كنا بنتكلم برضو عن المربع الذهبي وكمان قاع جدول ترتيب الدوري في الموسم الحالي مع نهاية الدور الأول. شايف كمان ايه الظواهر الجديده اللي حصلت في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ هو انا بصراحه يعني الحاجات اللي شايفها في الدوري المصري ان الناس بقت بتجري كتير، بس بتجري بلا وعي. يعني والله كنت قاعد بتفرج على، مش هقول الاسم الناديين يعني، بس ماتش كده، وكان في ماتش في الدوري الانجليزي حتى انا شبهت الزملاء اللي كانوا قاعدين معايا قلت لهم الماتشين دول عاملين زي 2 لعيبه بلاي ستيشن عارفين يلعبوا كويس بلاي ستيشن، وعيلين عندهم 5 سنين ماسكين الدراعات بيقعد عارف بيقعد يجري ويخبط وخلاص بس بيجري. ففي هنا انت بتشوفي ان في تكتيك وفي شغل في الملعب وفي تحركات، وتقعدي تذاكري الصوره ماشيه ازاي. احنا عندنا بنجري، يعني الجري زاد الحمد لله، بس جري بلا وعي. الناس بتجري من غير ما تعمل حاجه. انديه قليله جدا اللي بتنفذ حاجات انت بتشوفيها في الملعب، منها مثلا وادي دجله، الزمالك، المقاولين، بتلاقي في شكل في الملعب بتعرفي تتفرجي عليه. صحيح. الباقي بيجري. طيب خليني اسالك برضو مع نهايه بقى 2018 عن الدوري المصري برضو. يمكن من ابرز الحاجات اللي حصلت او ابرز الظواهر اللي حصلت هي المشاكل التحكيميه ومطالبه الانديه بتقنيه الفار او تقنيه حكم الفيديو تكون موجوده في المباريات. وفعلا ابتدى اتحاد الكره يطلع ويقول من الدور الثاني من الموسم اللي جاي، وكان في الاخر طلعوا وقالوا الموضوع صعب يا جماعه جدا ومحتاج فلوس كتير قوي، يعني ما وعدكوش لا الموسم ده ولا اللي بعد. على فكره كنا في الحلقه اللي كنت معاكي فيها من شهر ونص تقريبا قلت لك ان ده مش هيحصل وهم مش هيعملوا، هم بس بيطلعوا يقولوا كمان كلمه كده ممكن نعمل ومش ممكن نعمل، مش حاجه مسكنات حلوه. ما حدش هيعمل حاجه لكن مش هيحصل. لا طب صعب جدا ان هو يتنفذ عندنا. يعني ممكن يتنفذ بس لما يعني يضغط عليهم اكتر من كده يعني يمكن يعني يمكن مع كوارث تحكيميه جديده. لا ما هو ما فيش مجال لكوارث، هو يعني كوارث تحكيميه في الوقت ده. خلي بالك ان انت لو نظمتي بطوله امم افريقيه بعد كده الجماهير هترجع فمش هيبقى يعني مش هيبقى متاح. ضفت بقى مصر لبطوله كان 2019، شايفها ازاي؟ شايفها حدث مهم جدا للدوله اكيد، ولازم يمكن انا قلت الكلام ده عندي على الصفحه بتاعتي قبل كده، لازم نتعامل معاه بفكر مختلف تماما ولازم يكون كجمهور
لا كإدارة، كناس مسؤولة عن تنظيم الحدث، الجمهور طبعا، لكن عن تنظيم الحدث لازم ننظمه بشكل مختلف، نخرج بره لازم يعني. طبعا عايزين نصدر صورة مختلفة لمصر عند العالم كله. ده لازم، ده ما ينفعش فيه يعني، ما ينفعش فيه هزار يعني، يعني ما ينفعش فيه ان احنا نقول هنعمل نفس اللي احنا بنعمله كل مرة وهنستنى نفس الريزلتس يعني. لا، هي الريزلتس النهارده مش ان الملعب يبقى كويس وان يبقى فيه جمهور، لا، الريزلت المفروض الملعب يبقى نظيف من جوه ومن بره، في حاجات للجماهير تعرف تستفيد بيها. صحيح. ازاي هتخلي الناس تيجي عشان تشوف البطوله؟ طبعا ده. ويمكن انا قلت شويه افكار كتير يعني، انك انت ازاي تستفيد من الحدث ده، خاصه انك عندك برضو نجم كبير زي محمد صلاح. يمكن احنا كمان محتاجينه جدا في الوقت الحالي. البلد محتاجاه طبعا. أكيد. طبعا، ولازم نقف يعني، البلد تقف ورا انها تستضيف الحدث ده، بس هتستضيفه ازاي ده برضو محتاج شغلانه ثانيه. طيب خليني بقى اسالك شويه اسئله كده سريعه. مع نهايه 2018 افضل حارس مرمى في الدوري المصري من وجهه نظرك كنت شايفه مين؟ وانا بالنسبه لي مفيش يعني، مفيش اصلا. انا شايفهم كلهم نفس المستوى، الفروقات بتبقى فروقات بسيطه جدا، لكن انا شايف ان احنا عندنا مشكله في حراسه المرمى في مصر كلها يعني، فعندنا مشكله يعني. افضل مدافع؟ افضل مدافع ممكن لاعب الاسماعيلي اسمه بهاء المحمدي. باهر المحمدي. ده افضل مدافع. لو سالتك عن افضل صانع العاب؟ وليد سليمان طبعا. وليد سليمان افضل لاعب في مصر. افضل مدافع محلي واجنبي؟ لا، اجنبي الراجل بتاع ليفربول، فان ديك تقريبا. هنتكلم على الدوري المصري. انت بتقولي احنا ليفربول ليه؟ انت بتقولي اجنبي. انت عايز اجنبي جوه مصر؟ لا، اجنبي يعني محترف اجنبي جوه مصر. في الدوري المصري مفيش، ما لفتش نظري حد خالص من المدافعين الاجانب اللي موجودين في مصر. لا، انا بتكلم عن المهاجمين دلوقتي. المهاجمين ازارو طبعا. ازارو افضل مهاجم في مصر. افضل مهاجم اجنبي ومحلي. ومحلي في مصر. وليد ازارو افضل حد بيلعب راس حربه رقم 9 في الحته دي. طب لو سالتك افضل راس حربه في مصر لمنتخبنا الوطني الاول؟ لمنتخبنا الوطني مروان. مروان محسن. يعني طبعا رغم ان في ناس كتير حتى هتعترض على الاختيار دي، بس مروان عنده الخبره بتاعه المكان ده يعني، بيعرف يلعب كراس حربه، بيتحمل كتير جدا، وعنده نوع من الثبات الانفعالي، حتى لو حد اتكلم عليه كتير او كلام كتير ضده بيعرف ازاي يعدي الكلام ده. فمروان افضل مدير فني في مصر بالنسبه لي حسام حسن، هيفضل فتره طويله. يمكن قدم يعني اداء مختلف تماما للمصري. حسام طبعا، واللي هيجي بقى شكله تماما. صح، اللي هيجي بقى النحاس طبعا. عماد النحاس هيبقى حاجه كبيره كده، بس يستمر مع المقاولين شويه. طيب افضل بقى حكم في الدوري المصري؟ لا، مفيش حكم. لا، هو طبعا يعني باحترامي الشديد كل ليهم كلهم جميعا يعني، لكن هو احنا عندنا مشكله في التحكيم، مش مشكله ان هو في حاجه زي ما الناس بتتهمهم يعني، ان هو في حد بينحاز لده او حد بينحاز لده، لا، هي في بس مشكله ان احنا ازاي نتعامل يعني، نتفرج على كوره بره كتير يعني، نتفرج امتى نحسب فاول وامتى ما نحسبش فاول. يمكن المشكله مثلا في تدريب الحكام واعدادهم من البدايه، وان الحكم نفسه يذاكر وياخد باله ان هو الخطا اللي يحسبه هنا يحسبه هنا، عشان هو ساعات بيحسب هنا وما يحسبش هنا نفس الخطا. فهي بس بتبقى محتاجه شويه تركيز، اللي هو ابقى انا نازل مركز كويس قوي في ان انا نازل احكم مباراه. فالمباراه دي 90 دقيقه لازم ابقى صاحي 90 دقيقه. صحيح. نروح لمنتخبنا الوطني، ويمكن من منشطات النهارده كانت بتقول ان اجاني بيطالب بوديتين او ثلاثه في مايو يونيو. طبعا، احنا بقى لنا فتره مش يعني ما شفناش المنتخب، ولازم كل فتره يبدا يجمع. انا كنت عارف ان احنا هنلعب نيجيريا قريب، او النيجر ونيجيريا. النيجر ونيجيريا. ونيجيريا المفروض ان احنا هنلعبهم، المفروض عايز بقى ماتشين تانيين يعني. لا، وكمان ماتش بقى عليهم طبيعي يعني. يمكن طبيعي. كمان الكلام دلوقتي بيتقال ان احنا مش عارفين هنستضيف المباريات الوديه عندنا هنا في مصر ولا هتقام في بلاد المنتخبات اللي هنلعبهم وديا، لان احنا لسه برضو مستنيين يوم 9 يجي ويتحدد مين هي البلد اللي هتستضيف الكان 2019. وفي حاله ان شاء الله ان مصر هي اللي فازت بشرف تنظيم كان 2019، فاكيد كل اللقاءات الوديه هتكون هنا عندنا. كله هيجي لك. صحيح. ولو ما كانتش هنا في مصر طلعت في
جنوب افريقيا. فطبعا منتخبنا الوطني اول هيحتاج بقى ان هو يعمل معسكرات كتير وهو اللي يروح للبلاد الاخرى اللي هتكون طبعا قريبه من جنوب افريقيا عشان تقام هناك المباريات القادمه. وهنأجل الدوري بقى ما هو ده اللي هيحصل يعني فعلا يعني ما هو ده هيبقى طبيعي. هتعمل ايه ساعتها يا هنعمل هتشوف سهل. تفتكر بقى لو تأجل بقى للمره المليون ممكن يتلغي؟ عيب يعني كلمة يتلغي اصل احنا كده داخلين عارف دوري معدي السنه. لا ما عادي بس يعني ما احنا محتاج يعني وبعدين برضو الواحد هيبتدي هي بس المشكله ان انا حاسس ان احنا اتفاجئنا بكل حاجه يعني يعني اتفاجئنا ان في بطوله افريقيا يعني يعني زي ما بنكون اتخضينا لو هو في بطوله افريقيا ده هنلعب بطوله افريقيا فعلا. ايوه وبعدين في حاجه تانية انا دلوقتي لما اجي اجل الدوري وبرده يعني هلعبه تاني هنحدد مين الفرق اللي هتشارك في البطوله الافريقيه والكونفدراليه هو ونصيبه ازاي دي هم ونصيبه لا المفروض ان هو لو حصل حاله زي دي بيرجعوا للنسخه اللي فاتت على طول النسخه اللي فاتت وبيبداوا يلعبوا عليها. ده اللي انا فاكره يعني من اللوائح بتاعه الاتحاد الافريقي ان هو لو حصل اي حاجه بتمنع استكمال الموسم يعني بترجع للموسم اللي قبله. لكن ان شاء الله ما يحصلش كده بس هو اتمنى بقى نستوعب الدرس كده يعني ان احنا اهو وقعنا في اللي احنا وقعنا فيه فلما نيجي نعمل جدول ان شاء الله كده نبص كويس على على فكره انا عايز اقول لك برده ان حاجة عامر حسين طالب ان يكون معاه في اللجنه اللي هي اللجنه اللي هو رئيسها واللي هو اللي بيشتغل فيها لوحده يكون في معاه معاونين يساعدوه ان هم يحطوا ويرتبوا الجدول المسابقه عشان ما يحصلش الازمات. لا انا عندي يعني في اقتراحات تانية احنا عندنا الناس اللي بره شغالين بسيستم كده من زمان قوي ده من 15 16 سنه عندهم سيستم كده بيحطوا له يقول له احنا مثلا عندنا البطوله الفلانيه تتلعب في شهر كذا دي بتاعه المنتخبات وفي بطوله انديه يوم كذا وبتاع وسيستم عادي كده ويروح دايس على زرار يطلع له سكادول كامل كده ويقول له البطولات دي ممكن تتلعب في يوم كذا الماتشات دي ممكن تلعبها في يوم كذا وممكن تاجل ده وممكن ما تاجلش ده وهو يبدا يشوف بقى الحاجات الداخليه اللي عنده اللي هو الدوري والكاس صحيح والبطولات اللي عنده. لكن هي مش مفاجآت يعني هي موضوع تنظيم بطولة او حط جدول او سكادول لحاجة يعني ده مش معضلة خالص في الدنيا كلها يعني احنا بس عندنا المعضلة دي يعني لفي كده في الدنيا مش هتلاقي اللي احنا عندنا مش هتلاقيه خالص. صحيح عندنا عندك بس. حق عندك حق بس المشكلة يمكن مش بس هنا في عندنا في مصر يمكن المشكلة دي في افريقيا كلها. اما انا ما اعتقدش لا ده حقيقي يعني ممكن افريقيا بقى اللي هي افريقيا اللي تحت بقى قوي يعني لكن مش هتلاقيها مثلا في المغرب وتونس والجزائر مش هتلاقي الكلام ده كتير كده. لا اصل هو انت عندك اصل هي الموضوع مش كيمياء هو انت عندك بطولات معروفه مواعيدها مش جديده خالص وعندك بطوله امم بتتلعب وعندك ارتباطات رسميه للمنتخبات فانت حضرتك بتيجي قبل البطوله كده وتروحي عامله السكادول بتاعك وتقولي السكادول هيمشي كذا كذا لو اتاجل ده هيتلعب في اليوم الكذا. انا عندي تجربه كنت بقولها على طول الدوري الانجليزي بيبعتوا لي الدوري السنه دي والسنه اللي جايه بالمواعيد بالوقت يعني مثلا الماتش ده سنة 2020 يوم 1 أغسطس هيتلعب الساعة كام كذا فاهمني. طيب مش مع نهاية برضو 2018 وبدايتنا النهاردة تاني يوم في 2019 يمكن النهاردة كان في حديث لكابتن هاني رمزي مدير المنتخب بيتكلم فيه عن المحترفين المصريين وسبب فشلهم في تجربة الاحتراف وقال يمكن من أكتر الحاجات اللي بتتسبب في فشل المصريين هناك مش مستوياتهم بالعكس هم بيكونوا على قدر كبير جدا من المستوى لكن الأزمة بتكون في إحساسهم بالغربة إن هم ما بيقدروش يتكيفوا ويتأقلموا سريعا مع المجتمعات التانية ومع ثقافتهم ومع عاداتهم وتقاليدهم بالاضافه طبعا لمشكله وعامل اللغه اللي بيكون صعب على الكثير من اللعيبه المصريين. لو سالتك مين انجح محترف مصري غير محمد صلاح في 2018 غير محمد صلاح بالنسبه لي تريزيجيه عامل موسم كويس جدا مع النادي التركي بتاعه وكمان مع المنتخب المصري صحيح وفي عروض كثيره يمكن وصلت 9 عروض اتوجهوا لنادي قاسم باشا التركي منهم يمكن 4 في تركيا و3 في ايطاليا وعروض من دول عربيه وان شاء الله بنتمنى له الافضل في العام الجديد ان شاء الله. بس كمان كابتن هاني هو يعني اللي احنا فيه ده مرحله متقدمه جدا يعني احنا ما كانش عندنا حد بيحترف قبل كده يعني وصلنا وده كويس قوي الحمد لله. ماشي بشكرك جدا 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 هيثم نبيل على وجودك معانا النهارده نورتنا اكيد في كلام في الميديا انتهت حلقتنا سريعا نشوفكم ان شاء الله بكره ان شاء الله يوم السبت القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا. بكره هيكون معاكم زميلي امير هشام في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.